الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. الحمد لله الذي أوجدنا في الطريقة الكركرية، والحمد لله الذي أمدنا من وافر إمدادات شيخها سيدي محمد فوزي الكركري عليه السلام وقدس الله سره. فاللهم جازه عنا أفضل ما جازيت به شيخا عن مريديه، وأفضل ما جازيت به مربيا عن طلبة علمه. بجاه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا قد توقفنا في المرة الماضية عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي روته أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، عندما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي سيد العرب. فقالت: يا رسول الله، ألست سيد العرب؟ قال: أنا سيد ولد آدم وعلي سيد العرب. وهذا الأسلوب النبوي في الجمع بين ذاته الشريفة وبين سيدنا علي كرم الله وجهه، كذا الشأن في حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، نابع من أنهما واحد، مصداقا لما جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي: أنت مني وأنا منك. ويؤيد هذه الخصوصية له دون غيره من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم جميعا ما ذكره الحاكم النيسابوري في مستدركه على الصحيحين، كتاب الجهاد قصة فتح مكة والطائف وهجر، الجزء الثاني الصفحة 31 بعد 100 الأولى، عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ثم انصرف إلى الطائف، فحاصرهم 7 ثم أوغل غدوة أو روحة، ثم نزل ثم هجر، ثم قال: أيها الناس، إني لكم فرد، أي سابق، وإني أوصيكم بعترة خيرا موعدكم الحوض، والذي نفسي بيده لتقيمن الصلاة ولتؤتن الزكاة، أو لأبعثن عليكم رجلا مني أو كنفسي، فليضربن أعناق مقاتليهم وليسبنن ذراريهم. قال عبد الرحمن بن عوف: فرأى الناس أنه يعني أبا بكر أو عمر، فأخذ صلى الله عليه وسلم بيد علي فقال: هذا. الشاهد هنا هو قوله صلى الله عليه وسلم: لأبعثن عليكم رجلا مني أو كنفسي، وهو يقصد سيدنا علي كرم الله وجهه، أي أنهما واحد. وهذا المعنى أوضحه لنا شيخنا سيدي محمد فوزي الكركري عليه السلام وقدس الله سره في مذاكراته، عندما يستشهد بالحديث القدسي
الموجود في كتاب نزهة المجالس ومنتخب النفائس الجزء الثاني الصفحة 63 بعد 100 الأولى. قال الله عز وجل: يا محمد، نظرت إلى صفاء بياض نوري الذي خلقته بقدرتي وأبدعته بحكمتي وأضفته تشريفا إلى عظمتي، فاستخرجت منه جزءا فقسمته ثلاثة أقسام، فخلقتك وأهل بيتك من القسم الأول، وخلقت أصحابك وأزواجك من القسم الثاني، وخلقت من أحبك من القسم الثالث. فإذا كان يوم القيامة رددت النور إلى نوري وأدخلتك وأهل بيتك وأصحابك ومن أحبك جنتي برحمتي، فأخبرهم بذلك عني. تبين لنا جليا من خلال هذا الحديث القدسي أن النور الذي خلق منه آل البيت هو نفسه النور الذي خلق الله منه حبيبه المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لذا وجب على كل مستمع تقبل حقيقة سيدي محمد فوزي الكركري عليه السلام وقدس الله سره رغم عدم استساغهم لها، وهي أن الله سبحانه وتعالى خلقه من نفس النور الذي خلق منه رسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فنوره من نوره، مصداقا لحديث المصطفى عندما قال لسيدنا علي كرم الله وجهه: نورك من نوري ونوري من نورك. وطهارة شيخنا رضي الله عنه وأرضاه من طهارة جده المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكل ما يصدر عنه لا يكون إلا موافقا لكتاب الله وسنة رسوله. وكل من ينتقص من قدره الشريف وينكر فضله وفضل العترة الشريفة مهما كانت دوافعه، فهو في الحقيقة جاحد ومبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالف لوصيته فيهم عندما قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أعادها ثلاثا. وجاء في المستدرك على الصحيحين الجزء الثالث الصفحة 28 بعد 100 الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة، حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله، وعدوك عدوي وعدوي عدو الله، والويل لمن أبغضك بعدي. كما جاء أيضا في كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد الجزء الثاني الصفحة 71 بعد 106 عن أبي الزبير قال: قلت لجابر: كيف كان علي فيكم؟ قال: ذلك من خير البشر، ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغضهم إياه. نفهم من هذا أن كل من يبغض العترة عموما ويبغض سيدي محمد فوزي الكركري عليه السلام وقدس الله سره خصوصا يعد عند السلف فيه خصلة من النفاق، لأن العترة الشريفة هم نفس النبوة، وكل أقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم موافقة للكتاب والسنة جبلة من غير تكلف، فلا غنى للأمة عبر القرون عنهم في فهم أمور دينهم، فهم إضافة إلى ورعهم وقربهم من الله وغزارة علمهم لهم نظرة تعظيم وتقديس لكل ما جاء به جدهم المصطفى عليه الصلاة والسلام، بخلاف بعض علماء الشرع الذين يسوغون لأنفسهم رد الأحاديث وإن كانت صحيحة وتأويلها على غير مقتضاها
وخصوصا الأحاديث المتعلقة بفضائل آل البيت وحقوق ولايتهم، زعما منهم أنهم يدافعون بذلك عن السنة ويحاربون أصحاب الضلالات والبدع. ومن مظاهر تعظيم شيخنا رضي الله عنه وأرضاه لكل ما جاء به جده المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه أمام وجود الأحاديث التي يتوهم في ظاهرها بالتعارض مع أحاديث أخرى، يعمل قدس الله سره بها جميعا ويوظف فهمها توظيفا سليما موافقا لمقاصد الشريعة ولروح الدين، مجليا بذلك شبهة التعارف. مثاله أنه رغم علمه قدس الله سره بأن حديث التمسك بالكتاب والسنة أقل صحة من حديث التمسك بالكتاب والعطرة، فإنه يجمع بين الحديثين ويعمل بهما معا، موضحا بأنه كل من أراد أن يتمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام عليه أن يسعى في تحصيل ذلك من العطرة الشريفة مباشرة، لأنهم يمثلون الجانب التطبيقي للسنة النبوية وهم العلماء العاملون بعلمهم، نأخذ عنهم العلم والعمل في نفس الوقت دون تفرقة. ولتوضيح هذا المعنى نأخذ مثالا على ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فرؤيته صلى الله عليه وسلم وهو يصلي رؤية قريبة من الأصل، لا تتحقق في هذا الزمن إلا برؤية حفيده سيدي محمد فوزي الكركري عليه السلام وقدس الله سره وهو يصلي، لأنه هو الوحيد في هذا العصر من لديه أعلى إسناد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عمليا. ولئن ألف الألباني كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، فإنك إذا صليت خلف سيدي محمد فوزي الكركري عليه السلام وقدس الله سره تتحقق لك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم من غير كاف التشبيه كأنك تراها التي وردت في عنوان كتاب الألباني، بل إنك تراها حقا. فشتان بين النقل النظري والنقل العملي في دين الله، فمن أخذ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عنه أخذ بالدين كله، لأنها عماد الدين، بخلاف الأخذ النظري الذي تعلمناه من الكتب وما حوته من تعدد في الروايات واختلاف في الترجيحات أورثت القارئ شعورا بالجفاء والتعقيد نتيجة تفنن بعض مؤلفي كتب الفقه في سرد أدق الجزئيات والفروع عند معرض حديثهم عن الواجبات والأركان والشروط والمندوبات والسنن وغيرها، حتى أخرجوا هذه العبادة عن روحها التي من أجلها شرعت، وهي إقامة الصلة الموصولة بينه سبحانه وتعالى وبين عباده، وبقوا مقيدين مع الحركات فقط. فتولد جراء ذلك عند فئة من المسلمين النفور والملل حتى تركوها بالكلية والعياذ بالله. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح وصريح لا يحتاج إلى تأويل، فقال: كما رأيتموني. ورؤيته صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى تتحقق في رؤية العطرة
بما أن نورهم من نوره صلى الله عليه وسلم. كما أشار أيضا لهذا المعنى فقال: من رآني في المنام فسيراني يقظة. ورؤيته يقظة تتحقق أيضا في العترة الشريفة، فهم أحفاده وهم ورثته، نأخذ عنهم الدين عذبا وسلسلا بأسلوب نبوي رحيم. مثال ذلك ما أورده المناوي في كتابه فيض القدير شرح الجامع الصغير الجزء الثاني الصفحة 28 بعد 123، أن الحسن والحسين رضي الله عنهما وعن والديهما وعلى جدهما أفضل الصلاة وأزكى التسليم، مر بشخص يفسد وضوءه، فقال أحدهما لأخيه: تعال نرشد هذا الشيخ. فقال: يا شيخ، إنا نريد أن نتوضأ بين يديك حتى تنظر إلينا وتعلم من يحسن منا الوضوء ومن لا يحسنه. ففعل ذلك، فلما فرغ من وضوئهما قال: أنا والله الذي لا أحسن الوضوء، وأما أنتما فكل واحد منكما يحسن وضوءه. فانتفع بذلك منهما من غير تعنت ولا توبيخ. فجزى الله العترة الطاهرة عنا وعن المسلمين أفضل الجزاء. فلو أخذ يسردان عليه أركان الوضوء وواجباته وشروطه وسننه لهذا الشيخ الكبير في السن لما استفاد ولما عقل من ذلك شيئا، ولكنه تعلم منهما عمليا الوضوء الصحيح الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب فيه رحمة ورفق وتوقير للكبير ومراعاة لمستوى الاستيعاب من غير شدة ولا توبيخ. وهكذا تكون الدعوة الحق إلى الله. قال شيخنا سيدي محمد فوز الكركري عليه السلام وقدس الله سره: لا بد أن تسبق الرحمة العلم، مصداقا لقوله تعالى في سورة الكهف: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه من لدنا علما، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وما أوردناه في شأن الصلاة والوضوء ينطبق تماما في جميع العبادات. فبالنسبة للحج والعمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. والأخذ عنه صلى الله عليه وسلم لمناسك الحج والعمرة يكون بطبيعة الحال عمليا لا نظريا. كما تجدر الإشارة أيضا أنه كل من أراد أن يأخذ أعلى إسناد عملي في أعمال الحج والعمرة عليه أن يقتدي بشيخنا سيدي محمد فوز الكركري عليه السلام وقدس الله سره اقتداء مباشرا، أو بالرجوع إلى فيديوهاته التي سجلت في مكة والمدينة وهو يؤدي المناسك، فيتعلم منه عمليا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي مناسك الحج والعمرة حتى يرجع كيوم ولدته أمه، لأنه يمثل عين السنة التي تسري في كيانه جبلة سريان النور المحمدي الذي منه خلق، فظاهره شريعة وباطنه حقيقة، يعطي لكل بحر منهما حقه. فالحمد لله الذي من علينا باتباعه واتخاذه إماما. ولا يسعنا إلا أن نقول: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا عليه الصلاة والسلام وبسيد محمد فوز الكركري عليه السلام وقدس الله سره وليا وببيعتنا بيعة.
وما أوردناه في الأمثلة التي سقناها في العبادات لإبراز أهمية الأخذ التطبيقي على الأخذ النظري، يشمل كذلك مقام الإحسان الذي يطلق عليه أيضا بالتصوف، الذي أصبح يدرس في عصرنا الحالي في الجامعات الإسلامية، وتسند للمشتغلين به شهادات الماجستير والدكتوراه. لكن مهما تعمقت دراسات هؤلاء وتزخرفت ألقابهم، فإنهم بعيدون كل البعد عن بلوغ معرفة رب العباد، وذلك لأنهم أدبروا الباب، باب الدخول، بتجاهلهم واسطة الوصول، وهو اتباع الشيخ الحي صاحب مقام التربية، وانشغلوا بكتب القوم واعتكفوا على دراستها، وظنوا أنهم عندما يزوقون كلامهم بمصالحات أهل الله يشاركونهم بذلك أحوالهم ويبلغون مقامهم. لكن هيهات هيهات، فشتان بين لقب عارف بالله ولقب دكتور في التصوف، لأن التصوف ذوق لا يدرك بالشهادات الأكاديمية، وإنما بتطهير القلب من السوى، ومداومة الذكر، وتربية النفس وترويضها بمخالفتها، والارتقاء بها في مقامات المعرفة والسلوك تحت إشراف شيخ التربية الحي. هذا هو الأصل الذي يمثل الجانب التطبيقي في التصوف. أما الجانب النظري والمتمثل في دراسة الكتب فلا يورث إلا العجب والكبر والحسد، وهذه الأوصاف هي التي تسببت في طرد الشيطان من رحمة الله، فنسأل الله العافية. فترى صاحب الشهادات الأكاديمية يمنعه عجبه بنفسه والكبر الذي فيه أن يتقبل بأن مريدي الطريقة الكركرية يشاهدون نور الله دون دراسة مسبقة لكتب التصوف، فعوض أن يسارع باتباع سيدي محمد فوز الكركري عليه السلام وقدس الله سره شيخ الشيوخ والجائز على مقام التربية والمجدد لأمر هذا الدين لهذه الأمة في هذه الزمان في هذا الزمان بلا منازع، وأخذ البيعة على يديه لكي يشاهد نور الله ويسير في طريق معرفة الله، لكنه يعاند ويتكبر ويطعن في نور الله، وهذا ما وقع فيه الشيطان من قبل، فنسألك اللهم العفو والعافية. ولا يسعنا إلا أن نحمد الله تعالى حمدا كثيرا على نعمة اتباع وليه الذي أخرجنا من ظلمات أنفسنا إلى نور ربنا، فجزاه الله عنا كل خير وفضل، ونشهد الله تعالى على أنه ما ادخر جهدا في إرشادنا وتعليمنا ونصحنا، فما سمعنا قديما ولا حديثا بشيخ غيره قريب من مريديه يتواصل معهم ويشاركهم أحزانهم وأفراحهم عبر العالم، مستغلا في ذلك الوسائل الحديثة للاتصال، فيجيب على أسئلة مريديه من مختلف أنحاء العالم بشكل شبه يومي، وهذا دليل على صدق عزمه في نصح الخلق وتعريفهم بمولاهم، وهمة عالية في مجال الدعوة إلى نور الله، ورسوخ قدم في العلم الذي ما حصل عليه نتيجة دراسة الكتب، وإنما علمه من الرحمن مباشرة، وهذا في الحقيقة ليس بغريب على العطرة الطاهرة. ذكر ابن حجر في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري الجزء الثامن الصفحة 59 بعد 104 عن أبي الطفيل قال:
شهدت عليا وهو يخطب وهو يقول: سلوني فوالله لا تسألوني عن سيكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به، وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل أنزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل. كما جاء أيضا في كتاب الكنى والأسماء عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما كان أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من علي بن أبي طالب. وهذا العلم قسمة ربانية أتت في حقه، روى أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس عن ابن مسعود أنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسئل عن علي فقال: قسمت الحكمة 10 أجزاء، فأعطي علي 9 أجزاء والناس جزءا واحدا. ويؤيد هذا أيضا ما رواه ابن عبد البر عن ابن عباس أنه قال: والله لقد أعطي علي بن أبي طالب 19 العلم، وأيم الله لقد شاركهم في 10 العاشر. وإلى هنا نتوقف سائلين الله تعالى أن يحفظ شيخنا ويجازيه أفضل الجزاء وينصره على كل من عداه بجاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.